الحقيقة هما مجهزين بكلمة عشان أراها، بس مش هراها. صحيح، في كلمة بس أنا مش هراها. أنا هتكلم معاكم كده يعني إيه، عشان أنا مبسوط إن أنا شايفكم وإن أنا معاكم، فهكلمكم كده من القلب إلى القلب. أستاذ الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، الزملاء الأفاضل، أستاذ الدكتور أحمد الحشيش، أستاذ الدكتور محمود حمزة، أستاذ الدكتور أسامة البكري، الزملاء الأعزاء المعلمين والمعلمات وقيادات وزارة التربية والتعليم، أهلا وسهلا بكم جميعا. الحقيقة أنا يعني لما بكون في المسرح ده برضه كمان بستشعر كده العظمة اللي إحنا بننتمي إلى هذه الوزارة العريقة، وفعلا وزارة التربية والتعليم هي وزارة عريقة وهي من أعرق وزارات مصر، وكان لها طبعا السبق ويعني كده لعبت أدوار وليس دور في تاريخ مصر الحديث. فإحنا أنا شخصيا أعتز بأنني أنتمي إلى هذه الوزارة. ما نحن أو ما نراه اليوم من هذه المشاركة المجتمعية الجميلة الفعالة ما بين مؤسسة التعليم أولا، وأيضا المؤسسات المشاركة مع هذه المؤسسة، سواء مؤسسة البكر أو مؤسسة فودافون أو قد يكون هناك مؤسسات أخرى. أنا طبعا أحييكم وأشكركم على هذا الجهد الملموس المقدر مني أنا شخصيا ومن وزارة التربية والتعليم، وأتمنى أن ينتشر هذا الجهد في أماكن أخرى.